دكتور، بعد أكثر من 20 عاما على عمل بعثة الأمم المتحدة بالعراق، فجأة يطلب منها إنهاء البعثة بدون مقدمات وسابق إنذار، ما الذي يوحيه إليك ذلك؟ السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن، تحيات لحضرتك وللسادة المشاهدين. حقيقة هو القرار ليس مفاجئا. مسألة إنهاء عمل بعثة يونامي هي مقاربة حكومية عملت عليها حكومة السيد السوداني في الأشهر الأولى لتسنمه المنصب في أكتوبر من عام 2022. نتذكر التصريحات التي أطلقها السيد السوداني في بداية عام 2023، وثيقة مهمة جدا صدرت أو أرسلت من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دكتور فؤاد حسين في آيار 2023 قبل عام إلى الأمين العام لمجلس الأمن، طالب فيها بتمديد بعثة يونامي، وفي ذات الوقت طالب بتشكيل فريق لمراجعة عمل بعثة يونامي بهدف رغبة العراق بتقليص مجالات عمل بعثة يونامي. هذا في عام 2023 في شهر آيار، باعتبار أنه آيار من كل عام هو موعد التجديد السنوي لبعثة يونامي. يراجع العراق عمل بعثة يونامي، تقصد أن العراق يجب أن يراجع بعثة عمل لتراجع الأمم المتحدة والأمين العام عمل بعثة يونامي من أجل تقليص مجالاتها في العراق. هذا ما طلب طلب العراقي. جميل. الأمين ولماذا العام برأيك هذا التقليص عام 2023؟ يعني أعتقد أنه الحكومة الحالية ربما لديها وجهة نظر في التعامل مع البعثة الأممية. وجود بعثة أممية بهذه الواجبات التي يعني تقر سنويا بقرارات من مجلس الأمن الدولي، أعتقد بأنه فريقا حكوميا يعتقد بأنه هذه البعثة وجودها في العراق ربما يضعف السياسة الخارجية العراقية وحركة العراق الخارجية، وبالتالي هي ليست وصاية ولكنها نوعا من الإشراف على السياسة الداخلية العراقية وانعكاساتها على المستوى الخارجي، بالإضافة إلى الملاحظات التي كانت تصدر من بعض الأطراف السياسية خلال الأعوام الثلاث الماضية. ما الذي كان يزعج العراق وحول تدخلاتها من رسائل الأمم المتحدة وتحديدا بلاسخارت؟ ما الذي أزعج الحكومة بالتحديد؟ ما الذي فعلته بلاسخارت أزعجت فيه السوداني والحكومة العراقية؟ أنا أعتقد بأنه مسألة إزعاج الحكومة من قبل بلاسخارت أعتقد بأن جانب إعلامي، يعني البعض يحاول أن يظهر قرار الحكومة على أنه رد فعل وأنه قرارا تأديبيا لبعثة يونامي، لكن الوقائع الدبلوماسية تشير إلى خلاف ذلك. أنا ذكرت لحضرتك أنه سبق أن أرسل العراق رسالة قبل عام من الآن، وفي ذات الوقت ربما تأكيدا على هذه الرسالة وجه رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني إلى الأمين العام للأمم المتحدة الرسالة الأخيرة التي طالب فيها بإنهاء عمل البعثة خلال هذا العام كل المتطلبات وتنسحب بشكل كامل في 31 كانون الأول من عام 2025. هذه هي المجريات الدبلوماسية. لكن حتى هذه اللحظة لم يتضح لماذا يصر العراق على مغادرة البعثة، والجميل في الأمر أن الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكية يقول نعم لا بأس بذلك، نوافق ونعمل على جدول زمني أو تنظيم لمغادرة البعثة. يعني حتى الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة في ذلك. هي المسألة يعني يوجد انزعاج من وجود بعثة أممية وبالصلاحيات التي يخولها إياها قرارات مجلس الأمن التي تجدد سنويا. هذا الانزعاج من بعض الأطراف لوجود البعثة وليس للتقارير فقط التي تصدرها، أو مؤخرا هذا الانزعاج. هذا الرأي موجود بين القوى السياسية وتحديدا من بعض الأطراف المرتبطة بالإطار التنسيقي، وتصريحاتهم واضحة بهذا الصدد. لكن المهم بهذا الأمر، نتكلم عن الجانب الدبلوماسي أستاذ عبد الرحمن، إنهاء عمل بعثة يونامي هو لا ينهي ولاية الأمم المتحدة في العراق. بمعنى العراق يطالب بأن تنحصر مهام بعثة يونامي بمسألة التغير المناخي والتقديم الخدمات والدعم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، لكن إذا لاحظنا بأنه المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن والمتعلقة في العراق هي أوسع من هذه التي يطالب بها العراق. لدينا على سبيل المثال ملف الأمني
ومكافحة الإرهاب، هذه ملفات أو مسائل مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في تعامله مع العراق. مسألة السياسات الإقليمية، السياسات العسكرية الحاصلة في المنطقة، التهديدات، كل هذه ينظر لها، بالإضافة إلى طبعا ملف الحدود، ينظر لها من يعني منظار أممي على أنها مسائل تتصدر السياسة العراقية. وبالتالي حتى وإن قيدت الحكومة العراقية عمل هذه البعثة، ولاية الأمم المتحدة ستستمر بالنظر بهذه المسائل بصيغة دبلوماسية مختلفة. تنسحب بعثة يونامي وترسل على سبيل المثال بعثة أخرى تنسيقية لعمل بعثة لعمل الأمم المتحدة، أو مكتب لتنسيق عمل بعثة المنظمة الأممية داخل العراق، ويضم الوكالات الأممية التي هي مستمرة بالعمل في العراق ولم يصدر بها يعني قرارا بإنهاء وجودها. شكرا جزيلا إليك، اتضحت الصورة. أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مهند الجنابي.